يعتبر اللبن الرائب من أهم المنتجات الحيوانية التي يتناولها الإنسان، حيث يتم تصنيعه عن طريق التخمير والاحتفاظ به لمدة طويلة داخل الثلاجة. وله فوائد عديدة تعود على صحة الإنسان، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم والبروتينات والبوتاسيوم وغيرها العديد. فوائد تناول اللبن الرائب قبل النوم: يخفف الوزن، حيث يحتوي اللبن على بكتيريا تساهم في تحسين عملية الأيض والهضم، كما أنها تعطي شعورا بالشبع طوال اليوم، بالإضافة إلى أن اللبن يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم الذي يحث الخلايا الدهنية على ضخ كمية أقل من الكورتيزول، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انقاص الوزن بسرعة. ولذلك يفضل تناول كميات كبيرة من اللبن خلال اليوم، وتحديدا قبل الخلود إلى النوم. يهدئ الأعصاب ويقلل من الشعور بالتعب. تناول اللبن يهدئ الأعصاب ويقلل من الشعور بالتعب والأرق، ويساعد على النوم الهادئ والمريح، حيث يعتبر من المواد الغنية بالأحماض الأمينية والتي لها مفعول قوي في تهدئة الأعصاب. يعزز جهاز المناعة. أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون اللبن الرائب يوميا لمدة 3 أشهر كاملة لديهم مستويات عالية من خلايا المناعة، كما يساعد الجسم على امتصاص المواد الغذائية بشكل فعال، بالإضافة إلى أنه يعزز من وظيفة الأمعاء. ولذلك ينصح الأطباء بتناول 2 كوب من اللبن الرائب يوميا قبل الخلود إلى النوم. يخلص من المشاكل الهضمية كالإمساك والإسهال، ويقلل من الغازات المتراكمة في المعدة. يقلل من ارتفاع ضغط الدم، حيث يحتوي اللبن الرائب على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يساهم في امتصاص وطرد الصوديوم من جسم الإنسان. يحمي الجسم من السموم المتراكمة داخله، كما أنه يقضي على البكتيريا والجراثيم والفيروسات. اللبن الرائب يقي من العديد من الأمراض مثل هشاشة العظام، ويزيد من كثافة العظام ويقويها، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات كفيتامين د. يقي من مرض السرطان وتحديدا سرطان القولون، حيث أكدت الدراسات الحديثة أن اللبن يحتوي على مواد مضادة للسرطان. اللبن الرائب يحمي من الإصابة بالجفاف الذي يصيب الكثير من الناس، حيث يعوض المعادن والسوائل المفقودة من جسم الإنسان خاصة في فصل الصيف. اللبن الرائب يقضي على الخميرة المهبلية التي تصيب النساء، وتحديدا اللواتي يعانين من مرض السكري، وذلك لأن اللبن الرائب غني بالبكتيريا النافعة والتي تساعد على قتل الخميرة. ولذلك ينصح الأطباء بتناول 6 أكواب من اللبن الرائب يوميا، وتحديدا قبل الخلود إلى النوم. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.